بسم الله عادة انا بستخدم جوجل درايف ان انا اكتب اي مقالة انا عايزها وغالبا لو مقالة مشتركة او في حد تاني عايز ويراجع معايا على المقالة ميزة جوجل درايف ان الحاجة ممكن اكتبها في البيت واروح اكملها في في مكان تاني على جهاز تاني في الشغل او في اي مكان ممكن اخلي واحد تاني يخش على المقالة يرجعها وانا بكتبها مش لما بعد ما اخلصها والتعديل اللي انا بعدله هنا هو بيظهر عنده وفي نفس الوقت اللي هو الحاجة تظهر عندي في نفس اللحظة لانه كله كلاود على الانترنت طيب من ضمن المشاكل اللي عندنا موضوع اللغة ساعات الواحد بيكتب الهمزة فوق او تحت ما بقاش مركز او في كلمة كتبت غلط فانا عايزه يعمل اوتو كوريكت او ان هو ينبهني الغلطات وانا اصلحها فباجي هنا فايل بلاقي لانجوج بقول له اعمل له مراجعة على اللغة العربية تمام فبلاقي مثلا هنا جاب لي كلمة هنا واداني اختيار لها الا الهمزة تحت اما تمام موضوع الهمزات عندي مش مظبوط تمام دي من ضمن الحاجات ان انا ممكن اراجع سريعا قبل ما ابعت المقال لحد تاني والمخربين هو بيقترح عليا تخليها والمهربين تمام طيب طيب لو انا شغل على الوورد ممكن اجي برضو من فايل هنا وهقول له انا عايز اوبشن ولا عندي هنا اللانجوج ابدا اضيف اللغه العربيه للغات اللي يبدا ان هو يشوفها ممكن تكون عايزه تتحمل فابدا اقول حملها بحيث لو في كلمه مش مكتوبه في قلب القاموس بينبهني ليها بحيث ان انا ابدا اعدلها او اختار لما يكون مثلا الكلمه جديده فهي مش مش موجوده في القاموس زي كلمه هاكر دي كلمه اجنبيه فمش موجوده في القاموس فاقول لا اعديها او يكون في مثلا همزات او في اللي هي مربوطه واللي هي العاديه بتعمل لخبطه كتير فابدا اعمل تصليح من خلال الاوبشن دوت سواء في الوورد او في Google Drive.